مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، والذي نحاول من خلال حلقات الموسم الرمضاني الثاني أن نكون نافذة الضوء وسط سواد الوضع الذي يحيط باليمنيين اليوم، من خلال دعم قصص كفاح عظيمة بمشاريع تنموية تترك أثرا مستدام. أهلا ومرحبا بكم. كانت الحرب وظروف النزوح كافية لذهاب عقل رب الأسرة ليقذفه بعدها الضياع في شوارع المجهول في مدينة المكلا. أصبح البيت فارغا، وتسلمت الزوجة الراية لخوض الحرب من أجل بقاء أسرتها. حرب في بلاد كانت بالنسبة لها ساحة معركة مغلقة، وكانت هي جرحا مفتوحا فيها. حرب غير عادلة مع الحياة، كانت هي الجندي المجهول فيها. لا سلاح لها سوى سكين تعد بها المأكولات الشعبية لتبيعها للمارة في بسطة أصبحت مع الأيام وطنها وكل عالمها. تعالوا لنشاهد معا كيف استطاع حيث الإنسان دعم هذه المرأة وترك بصمة مستدامة في حياتها. خرج ولم يعد، حكاية قصيرة لكنها بداية لحكاية أكبر. قبل أشهر غادر أبو أيمن باب هذا المنزل ولم يطرقه مجدداً، ليترك خلفه أسرة مكونة من 6 أفراد، زوجة وولدين وابنتين وحفيدة. نزحت أسرة أبو أيمن من عدن إلى المكلا مع اجتياح ميليشيا الحوثي للمدينة في أواخر 2014، ومنذ ذلك الحين ظل أبو أيمن دون عمل ليدخل بعدها حالة نفسية صعبة. نزحنا من عدن عام 2014، والنزوح كان بسبب الحرب. العصر كان نزوح لأن كان حرب يعني قوي مرة. عيالي كانوا يخافوا هم يضربوا ويصيحوا. قعدت خرجت للبلاد عند أهلي، ما قدرت أدخل. مشينا طولنا للمكلا. مكلا الصباح يمكن دخلنا، من العصر للصباح. أول ما دخلنا عند المكلا في ناس من جماعتنا، جلسنا عندهم يمكن أسبوع حق أسبوع كذا، وبعدين دورت بيت إيجار. إصابة رب الأسرة بحالة نفسية ألقت أمور رعاية الأبناء وتدبر حاجيات الحياة اليومية على عاتق أم أيمن. Thank you.
بهذه الأدوات خاضت أم أيمن حربها من أجل البقاء على قيد الحياة. حصلت أم أيمن على مساعدة بسيطة من جمعية الأيادي البيضاء لتأسيس مشروع بسيط تؤمن من خلاله لقمة العيش لها ولأبنائها، وقررت أن يكون المشروع بسطة صغيرة لبيع البطاط المسلوق والشيبس والسمبوسة والمأكولات الشعبية. البسطة مش أنا اللي أسستها، واحدة أم إبراهيم هي طلعت علي بالفكرة، قالت لي عملي بسطة يعني أحسن من، لأنها كانت تراعي ظروفي وعملتها. أشتغل الآن فيها يمكن 6 شهور عايد الحمد لله. إيش الحال؟ عند بداية كل صباح تغادر أم أيمن منزلها حاملة ما جهزته من مأكولات، متجهة إلى البسطة التي تبعد عن المنزل نصف ساعة بالسيارة. في هذه المساحة الصغيرة ترص أم أيمن بضاعتها، ومعها ترص أمنياتها بأن تبيعها كاملة لتسد بالعائد منها ذلك الفراغ الذي تحدثه احتياجات أسرتها اليومية. بعد 6 ساعات من الوقوف تحت حر الشمس تستعد أم أيمن لجمع أدواتها، وقد فرغت تماماً من محتواها لتبدأ جولة بيع ثانية. في حين تحزم الأم معدات البيع من بسطتها للعودة إلى المنزل، تقوم إيمان بإعداد طعام الغداء قبل عودة أمها وشقيقها أيمن. إيمان هي البنت الكبرى في الأسرة،
تزوجت صغيرة وأنجبت فتاة، لكن القدر شاء ألا يدوم هذا الزواج لتعود إلى منزلها الأول. زوجتها عام 2018، والله زوجتها بسبب الضغوطات، يعني قالها واحد تمام مرتاح الله معها، ورجعت الآن تعيش معي لها شهرين، تساعدني بالشغل حقي، يعني يعمل السمبوسة يعملوا معي. بعد الجولة الأولى من البيع، والتي تمتد من الساعة 8 صباحاً حتى 1 ظهراً، تأتي الجولة الثانية من الوقوف الطويل على باب الرزق. يعني المكان اللي أنا فيه الآن، لأنها المكان هذا هي الحرمة اللي جابت لي ذا المكان تبع جامعة العرب، والسكن بيكون عند المحطة حق من دول، يعني هنا في ذا المكان وبالأساس هم وافقوا كلهم عليه، حتى البلدية وافقت عليه، يعني شوية في صعوبات، في زي بعض الأوقات ارتفاع البطاط، ارتفاع الدقيق، ارتفاع هو أنا بالأساس كنت اشتيه بوفية، بس ما قدرت، ولا المكان هو ذاك اشتيه زي الغرفة كذا عمل فيه عصاير عمل فيه، بس ما قدرت. حلم صغير لكنه بالنسبة لأم أيمن حلم سيغير الكثير في حياتها، لهذا قرر فريق برنامج حيث الإنسان تحقيقه. هنا في هذا الدوار سيصبح حلم أم أيمن حقيقة، كشك لبيع السمبوسة والبطاطس والمأكولات الشعبية.
لقد أصبح الحلم واقعاً متجسداً بين يدي أم أيمن بعد أن كان صورة في خيالها، حلم تحقق ليرسم في عينيها ابتسامة ويشعل في أعماقها رغبة متجددة في الحياة. من عدن إلى المكلا، رحلة كفاح أم أيمن ليست فقط هي هذه مساحة أو رحلة الوجع بالنسبة لأم أيمن. تابعنا مع القصة وأمنياتها وكيف أنه تحولت من ربة بيت ربما تكون عليها التزامات عادية إلى أنها عندما طرحت لها جارتها أم إبراهيم فكرة أنه تعتمد على نفسها تحولت من ربة بيت إلى مسؤولة عن أسرة. ربما ركزتم في تفاصيل القصة وفي تفاصيل كلام أم أيمن، تقول لك خرجت من عدن العصر وصلنا الفجر. التذكر للوقت بهذه الدقة يعني أنه تفاصيل حزينة وموجعة في قصتها لم تستطع رغم مرور كل هذه السنوات من 2014 وحتى اليوم كان 6 سنوات ما زالت تذكر التوقيت. أيضا ما ركزنا فيه في تفاصيل القصة ربما الطفل الصغير، رغم أن أمه موجودة لكنه متعلق ربما بجدته التي أصبحت الأسرة كلها معلقة فيها. أيضا الطفلين وهم يعملان ويساعدان أمهم، يعني بالنسبة لهم ما هو الوطن؟ ما هي الحياة؟ تفاصيل موجعة كثيرة ربما. طيب نذهب للاتصالات. ألو، 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 السلام عليكم، من معنا؟ ألو، السلام عليكم، من معنا؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك نجوى، نجوى من صنعاء. نجوى، أهلا بك من صنعاء. تابعت القصة نجوى؟ أيوة تابعت. طيب بس استاذن منادي لحظة. ألو، أيوة أيوة. عفوا نجوى، سؤالي لك، من أين نزحت أم أيمن؟ نزحت من عدن إلى المكلا. إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000. يلا شكرا، تسلموا، الله يحفظكم. عفوا. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. من معنا؟ معك خديجة علي. خديجة، من أي محافظة؟ من عدن. من عدن. طيب خديجة، في أي عام نزحت أم أيمن؟ 2014. إجابة صحيحة، ومبروك لك 50,000 ريال. شكراً، الله يحفظكم. عفواً. اتصال. ألو. طيب نروح للقرعة. سؤال أمس كان السؤال يقول حول، نسيت السؤال والله، كم عدد المستفيدين في منطقة عباب في الأزارق في محافظة الضالع؟ 1,000، والاختيار الثالث 6,000، والإجابة الصحيحة كانت الاختيار رقم 3، 6,000 الإجابة الصحيحة. كل من أرسل رقم 3 لديه فرصة للفوز معنا ب 50,000، سنختار 3 فائزين. عدد الإجابات التي وصلتنا 60,339، عدد الإجابات الصحيحة 43,391. بسم الله، أختار معكم أول فائز. الإجابة
أو الرقم الفائز مبروك لصاحب الرقم 7383322209. مبروك إذا لصاحب الرقم 7383322209. مبروك للفائز صاحب الرقم. مبروك للفائز. شكرا أحمد. شكرا. مبروك للفائز. لدينا اتصال. ألو. من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ خالد محمد حسن. خالد من فين؟ من أي محافظة؟ من المكلا. من المكلا. حياك يا خالد. تابعت القصة. تابعت القصة يا خالد. أيوة. أمانة عليك، إذا صادفت ومريت من نفس الشارع اللي فيه أم أيمن تشتري منها إن شاء الله. المكان أنت عارف المكان فين؟ أنا بالمكلة، بنفس المكلة. تمام، بس عارف فين المكان اللي ظهرت فيه الكشك تبع أم أيمن؟ لا والله. جامعة الأمة العربية، الدول العربية. جامعة الأمة العربية. ايوه، جامعة الأمة العربية. الدول العربية. مجلس وين؟ يمكن ايوه. اسمك؟ بنفس الحياة بنروح. ان شاء الله بتفوز معنا ان شاء الله وتروح تشتري منها. اسمك الكريم ذكرني. خالد. خالد محمد حسني. خالد. طيب يا خالد، سؤالي لك يا خالد، أنت بتعرف السؤال هذا. بطرح لك سؤال غير السؤال اللي مطروح، لأنه السؤال سهل بيقول لك. من اللي أعطى أم أيمن الفكرة أنه قال لها اعتمدي على نفسك واعملي هذا المشروع؟ من اللي أعطاها الفكرة؟ أم إبراهيم. يا سلام عليك. يا سلام عليك، تستاهل 50,000. مبروك لك. الله يبارك فيك. اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ محمد سامي. محمد سامي، اهلا يا محمد. الله يحييك. من فين يا محمد؟ من عدن. من عدن، حياك يا محمد. كيف الوضع في عدن؟ الوضع من ناحيه ايش يعني؟ من ناحيه المرض والناس والحياه. كل شيء كل شيء كل شيء الوضع مأساوي والله. من الحميات، من الامن، من الاستقرار، من الكهرباء، من المي، من الاوبئه، من الحميه. احنا غنم بلا راعي كذا بنفتوح يعني. وكل الطياف السياسية ضربوا على عدن ميت، على الثروات فقط وليس على المواطن. والناس راحوا. والناس راحوا ضحية وسداء. ربنا كريم إن شاء الله. إن شاء الله بينعدل الحال إن شاء الله. إن شاء الله. الله العدل. طيب سؤالي لك، سؤال: ماذا عملت أو إلى أين نزحت أم أيمن؟ نزحت من عدن إلى فين؟ إلى المكلا. إلى المكلا. مبروك لك، إجابتك صحيحة. ومبروك لك 50,000. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا. اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ فواز عبد الله ناصر. مروان. فواز عبد الله ناصر من سعد. اواب. فواز. 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 طيب فواز، وهذا يتصل التليفون يعني. طيب فواز، من أي محافظة؟ من تعز. من تعز. قد أنا حاول من أول رمضان. أنت حاول من أول رمضان تتصل لنا، واليوم وصلت معنا. كيف عملت؟ قال حظ يا شيخ يا أخي. قالوا ما فيش حظ، قالوا وساطة، قالوا أصحابنا بنتصل لهم. مش رأيك أنت يا رجال؟ مش نسمع صوتك حتى يكفينا. تسلم، أنا فدالك. تسلم، أحرجتني. وسؤالي لك يا فواز، أم أيمن لما استقرت في المكلا بعد ما نزحت من عدن، إيش كانت تشتغل؟ إيش كان مصدر رزقها؟ كان مصدر رزقها كشك بسيط تبيع عضو سمبوزة. صحيح. شكراً لك ومبروك لك 50,000 ريال يا فواز، وإجابتك صحيحة. يلا شكراً. شكراً. عفواً عفواً يا فواز، عفواً. طيب اتصال. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. ألو. ألو، من معنا؟ صالح. كمان صالح. صالح، من فين يا صالح؟ من عدن. من عدن، حياك يا صالح. تابعت البرنامج؟ تابعت القصة؟ أيوة تابعت.
تابع. طيب سؤالي لك يا صالح، السؤال يقول كم تبعد المكان البسطة والكشك الصغير تبع أميمن، كم يبعد عن بيتها، كم مسافته؟ كم يبعد؟ أيوة كم المسافة؟ نص ساعة. نص ساعة. مبروك لك إجابة صحيحة صالح، 50,000 ريال. يلا شكرا. شكرا لك. طيب نروح نعمل القرعة، بس تعليق بسيط. ربما أنا يمكن لما كنت في اليمن أو كثيرين لما كنا بنشوف حد يبيع في كشك أو بسطة كان عادي، يعني ما تهتمش أنك ممكن تشتري منه أو تقول يمكن أكله مش نظيف، يمكن مش ما بتعرف إيش خلفية القصص وإيش وراء قصة الشخص هذا اللي بيبيع أو ظروف. ربما الحرب الآن أثبتت لنا أشياء كثيرة، وأنا شيء يخرج من الجو لكن القصة عالقة في ذهني فاعذروني. يعني نختار الفائز الثاني. مبروك لصاحب الرقم 7 7 2 9 2 3 1 9 6. مبروك لصاحب الرقم 7 7 2 9 2 3 1 9 6. اتصال. فاللي شفناه اليوم مثلا في الفيلم او في القصه يعني في معاناه، يعني ما اضطرش واحد او واحده يخرج للشارع غير للحاجه للضروره. فانا فيعني لو يعني كنت اقرا ايضا بعض البوستات في الفيسبوك للشباب يقول لك اذا شاهدت هؤلاء اشتري منهم، الان ضروري واجب. المناطق التي تسيطر عليها الشرعية لا توجد سجون سرية ولا توجد أماكن تعذيب. من جديد عدنا معكم على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، والمعذرة عن أي شيء ربما هو من واقع الوجع الذي نعيشه في البلد. ربما في قصص كثيرة تأتي في نعود لجو المسابقات والاتصالات. لدينا اتصال، أو أنا اخترت الفائز الثاني يا شباب. طيب ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ سعيد مهدي أحمد سالم النقاش. من؟ سعيد مهدي أحمد سالم النقاش. سعيد أهلا بك يا سعيد، من أي محافظة؟ من شبوة. من شبوة، حياك يا سعيد. سعيد سؤالي لك يا سعيد، إيش الأشياء اللي كانت تبيعها أم أيمن في الكشك في البسطة تبعها، إيش كانت تبيع؟ كانت تبيع وجبات خفيفة زي السمبوسة والبطاط.
إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000. مبروك لك، إجابة صحيحة سعيد من شبوة، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر. ألو. أيوة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. خواتم مباركة. خواتم مباركة علينا وعليك. من معنا؟ من معنا؟ سينا رفيق. من؟ من؟ سينا رفيق محمد. سينا، سينا. أيوة. سينا من أي محافظة؟ من عدن. من عدن. طيب وطي صوت التلفزيون شوية يا سينا. تمام. السؤال يا سينا، ليش نزحت أسرة أم أيمن؟ إيش السبب؟ ليش نزحت؟ تسأليني بسبب الحرب. بسبب الحرب. مبروك. بسبب الحرب. إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000. الله يبارك. شكراً شكراً، مبروك لك سينا. طيب نروح للقرعة. أنا اخترت الآن كم فائزين؟ 2. طيب الآن نختار الفائز الثالث، ومبروك له 50,000، والإجابة الصحيحة كانت الاختيار رقم 3. مبروك للفائز الثالث صاحب الرقم 7388840957. مبروك إذا لصاحب الرقم 7388840957. مبروك للفائز الثالث 50,000 ريال، وسيكون اليوم معنا أيضا سؤال عبر الواتساب يمكنكم الإجابة عليه وإرسال الإجابة الصحيحة فقط، والفوز غدا، وسنجري القرعة ونختار ثلاثة فائزين من قصة أم أيمن. طيب الآن لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. أيوة، من معنا؟ عليكم السلام. روفي عبد أحمد علي. من؟ روفي عبد أحمد علي. روحي يا عبد أحمد علي، من فين؟ من تعز. من تعز. طيب السؤال، في أي عام تزوجت بنت أم أيمن؟ زوجتها قالت عام كم؟ 2014. لا، 2014 كان النزوح، نزحوا من عدن عام 2014. أم 2018. إجابة صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال. في 2018 تزوجت البنت، قالت بسبب ظروف خاصة للرجل غني كانت تعتقد أنه شكرا جزيلا، وامتدت قصة معاناة هذه الأسرة. شكرا لك، 50,000 ريال إجابة صحيحة. شكرا شكرا. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ ماريا محمد علي السامعي. ماريا محمد علي السامعي. محمد علي من؟ السامعي. السامعي؟ أيوة. أنتم من أسرة السامعي؟ أيوة، سامعية من عندكم. من فين؟ من عندنا. من فين؟ من عندنا. من عندنا، من البلاد يعني. أنت سامعي صح ولا لا؟ أنا سامعي. أيوة أيوة، من عندكم. أنا من سامعي، بس مش داري يعني إيش منطقة نحن فهم. لا طيب، بس أنت داري أنه ممنوع أصحاب البلاد حقي يشاركوا في البرنامج. لا كده بامو تاني. وصلت لكم قبلي بعد صعوبة. لا يعني ممنوع. من أول الحلقة لليوم عادني وصلت فهم. لك أيوة. أنت من فين تتصلي يا ماريا؟ أنا من الأرض. أي من الأرض تتصلي، بس أقصد من فين المحافظة؟ من فين؟ نحن أنا من عدن، دار سعد. من دار سعد. طيب بدار سعد ما فيش أصحاب سامعهم بتعز؟ مش بدار سعد بعدن؟ لا ساكنين بعدن. نحن يعني من تعز، بس يعني تربينا هنا بعدن طول حياتنا. نحن بعدن. تمام. طيب تمام، كلنا من اليمن. كلنا من اليمن. أيوة أيوة كلنا من اليمن. تمام. فنعتذر منك يا ماريا، انه لانه انت من بيت السامعي ما تقدرش تشاركي. لا لا عادي، ينفع تشتركي، ما مش مشكلة. السؤال 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 يا ماريا، السؤال وضحكتينا يا ماريا. ايش اسألك، ايش اسم بنت ام ايمن؟ ها؟ ايش اسم بنتها؟ بنته؟ ايوه اسمها ايمان الكبيرة. ايمان الكبيرة، مبروك لك 50,000 ريال، الإجابة صحيحة. الله يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. والله قد أصحاب البلاد عملوا هجرة لا دار سعد. طيب نذكر بثلاثة الأرقام الفائزة على الواتساب.
الأرقام الثلاثة هي 7383332209 والرقم الثاني 7729231996 والرقم الثالث 7388409957. مبروك الفائزين الثلاثة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. وصلنا معكم إلى فقرة سؤال الواتساب، وقبل أن نطرح السؤال أنا أشكر كل المتفاعلين معنا في البث المباشر، أشكركم جميعا يا شباب، ويعني لو ينفعنا نقرأ أسماءكم كامل لا بنذكر شكرا لكم كلكم بدون استثناء، لكل اللي بيتفاعلوا معنا على الفيسبوك، شكرا يوسف الأهدل، جمال مصنف، شكرا أبو سالم العقلاني، نسمة، فهم القدسي، سامي الجابري، شكرا لكم جزيلا، ميار، شمسان، سليمان فتيني، الكل شكرا جزيلا لكم، كل من يتفاعل معنا يوميا في البث المباشر، شكرا جزيلا لكم. لديكم الفرصة أنكم تجاوبوا على سؤال الواتساب وتفوزوا معنا غدا بجائزة من ثلاث وقيمة كل جائزة 50,000، وسؤال حلقة اليوم من قصة أم أيمن، نتابع السؤال على الشاشة. السؤال يقول: ما اسم الكشك الذي تمتلكه أم أيمن؟ إيش سمت المحل؟ التيسير، الأوائل، النور. ما اسم الكشك؟ أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. أشي سألت زملاء في الكنترول، من اللي اختار اسم المحل؟ أم أيمن. يعني عشان تعرفوا اسم المحل اعرفوا وانتم تتابعوا القصة طريقة تفكير أم أيمن، ليش اختارت هذا الاسم؟ الأوائل، النور، التيسير. الله ييسر للجميع إن شاء الله، وشكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة، نلقاكم غدا في حلقة الغد، واعذروني إذا صدر أي شيء، شكرا. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذنا